شباب شو طلبوا؟ كنت ما بيبسي وماي يا حبيبي كنت ما شباب اللي من سنة 87 بهذا الفرن وهيك وبالبركة وبالخيرات. هلا راحت البركة وراحت الخيرات بس ضل الاسم بوشادي. نكمة تفضل يا غالي. هي الام والبي للشعب اللبناني يعني كمنقوشة زعتر وجبنة هو هيدا بيسموه عنا نحن اكل العيش للغني وللفقير بس اليوم للأسف في هذا الوقت اللي نحن فيه ما بقى فيه كله حتى الفقير. الدرويش معطل ظهر على شغله يوميته 30 40 ما بيبقى يقدر ياكل منقوشة زعتر ما فيه ياكل.